هو انت زعلت لما موسيماني يبلغ سعد سمير يبلغ احمد اللي هو مش موجود؟ لا خالص، احمد واخد الطريقه خالص. عجبتك؟ لا والله، لا لا على فكره عادي احسن. ده يا شادي انا احمد قراراته انا قلت لك بياخدها بعقلانيه اكتر مني معايا، حته اللي هو سعد يقولها او حد يقولها ده ما فيش فيها مشكله. واحمد على فكره هو اللي طلب اللي هو ياخد فرصه بره احسن، عشان كان فرصته في النادي الاهلي ما كانش هتاخدها، وانت شايف احنا لسه كنا بنتكلم في حسام حسن. فكان اكيد احمد هيبقى زي حسام زي اي حد، ده طبيعي، دي وجهه نظر فنيه. فما احمد ما كانش عايز يعمل يعني زي كلاش بينه وبين المدير الفني وعلاقته بيه طيبه يعني. بس ياسر ريان اسمه والتاريخ اللي عمله مع النادي الاهلي واللي عمله مع المنتخب الوطني، ليه ما بيشتغلش في المنتخبات الوطنيه؟ وشفناه مثلا اخذ قصه التدريب ولا راح مسك الناشئين ثم بعد، ولا شفناه في المنتخبات ولا شفناه منصب قوي في النادي الاهلي. بص يا كابتن شادي، انت عارف انا الحمد لله بحترم نفسي جدا، وما احبش اروح لحد اقول له انا عايز اشتغل، ولا بحب اطلب ولا بحب اطلب من حد حاجه. انا اي مكان ببقى متواجد فيه في النادي الاهلي، انا بكلمك عن النادي الاهلي، ببقى متواجد فيه بحب اخدم النادي الاهلي ايا كان المكان. انا المكان اللي انا فيها طبيعي جدا ان انا المفروض ابقى احسن في مكان احسن من كده، وده اللي انا ببقى اطلبه حتى. يعني انا سواء يستفيدوا مني في منصب احسن، انا سني دلوقتي ما عادش ينفع اشتغل مراحل سنيه ناشئين. خلاص. ايه اللي عطلك اللي انت ما تاخدش مناصب؟ ما انت عارف برضو انا مش يعني الحمد لله انا ما بتحاسبش على حد. انا كده انا مع نفسي. صداقتك لهادي خشب؟ لا 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 خالص، لا هادي عطلتك؟ لا خالص خالص. لا انت ممكن يكون صداقتي بهادي يمكن ضرني مش عطلتني. ما هو ده اللي عايز اقوله. لا مع هادي شخصيا. طب مع ان هادي صديق ليك جامد جدا واصحابه وفي جيره وتفاصيل كتير، بس لما راح مثلا كان موجود في منصب مهم في النادي الاهلي ما حطكش في المكان اللي انت تستحقه. زعلت الوقت ده؟ لا انا طبعا اللي انا ازعل، لكن برضه ده بيبقى نصيب وخير ليا. وعمر انا ما ده ربنا بيبقى كاتب لي حاجه في مكان احسن من اللي انا ابقى فيها. ممكن ابقى في مكان في النادي الاهلي وممكن اضر نفسي. فالحمد لله اتعود كده ان ربنا سبحانه وتعالى بيكتبه للبني ادم. طب انت بتقال ابن المنتخبات. يعني في لعيب بتلاقي لعب في المنتخب وتدرج في المنتخبات، فانت واحد من في ناس ما لعبتش. موجوده موجود. انا المكالمه اللي عملتها لسه من اسبوع ان شاء الله مع الاستاذ جمال علام، والله كلمته كده قلت له ايه؟ كلمته اتصلت بيه قلت له ان شاء الله ربنا يكرمك ويوفقك ان شاء الله، انت المجلس نفسه محترم، بس انا عمري دخلت اتحاد الكوره واقدم انا بطولات ومنتخبات وكميه النسبه